كنخاف على ماما الله يخليها ليا، كنبغيها بزاف، فدائما كنبقى مشطونه مشوشه تنهضر معاها. الله يحفظها يا رب ويخليها ليا تاج راسي، ام عظيمه حنينه بزاف، وهي يعني من مصادر الطاقه والحب والرضا وكل شيء اللي عندي. فكنخاف عليها بزاف بحالها بحال ولدي، كنخاف عليها بحال ولدي، كنخاف على ولدي اكيد. كيبقاو يجوني افكار كنقول لها عندك تمشي توقع لي شي حاجه ونخليه عندك هذا، وكيفاش يكبر بلا بيا، وعندك ويا ربي طول في عمري وتخليني ليه وندير ليه ونفعل ليه. وكنتخيلو خصني نبقى معاه وخصو يوصل وياخذ شهادات ويكون ويلقى مهمته وحده. فزعما صعيب صعيب الاحساس هذا. هادشي مناش كنخاف شي حاجه اخرى، وكنخاف الله سبحانه وتعالى هو الاول. خاف كنخاف الله. أكثر حاجة كتفرحك؟ الحب. الحب. أكثر حاجة كتبكيك؟ الظلم. الظلم. أكثر حاجة تخليك تدخلي في حالة اكتئاب؟ الفشل. الفشل.